خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي، الرئيس السيسي يؤكد الرفض المطلق لأي إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين، ويشدد على الدور المحوري لوكالة الأونروا في غزة. شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي على دير البلح وخان يونس بوسط وجنوب غزة، ونتنياهو يتواعد باستهداف حماس في رفح. ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يقول إن الوضع الإنساني في غزة وإطلاق سراح المحتجزين سيكون على رأس أولويات جولة بلينكن بالمنطقة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة. كما استقبل الرئيس السيسي وزير العدل، حيث اطلع السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الشأن. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الفرنسي ستيفاني سيجورني بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السيد الرئيس، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حاليا في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة، إلى جانب التشديد على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. من جانبه، أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. وقد تم في هذا الصدد التشديد على رفض البلدين المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما تم تأكيد الدور المحوري الذي لا بديل عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها والتي تتطلب دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي. اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات السياسية ذات الأولوية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص. وقد وجه السيد الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها
تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، وإنشاء مراكز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنة، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام، وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزة. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بالقاهرة، أكد شكري الرفض التام للتهجير والممارسات المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. تدرقنا بالتأكيد إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة للتأكيد على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار، دخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، المنع التام والرفض التام للتهجير سواء تصفية للقضية الفلسطينية أو لإلقاء عبء على الآخرين سواء فيما يتعلق بغزة أو بالضفة، ممارسات المستمرة الإسرائيلية العسكرية في غزة والضفة وبعد التهجير الشعب الفلسطيني في غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب، الأضرار الضخمة اللي قد تلحق بالمدنيين في استمرار الاستهداف العسكري لجنوب غزة. كما أكد الوزير شكري ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل في إطار حل الدولتين. وأضاف وزير الخارجية أن هناك توافقا دوليا بأن يكون حل الدولتين هو الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل سياسي في إطار حل الدولتين، هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا بد أن يتم تحديد إطار زمني لإقامة الدولة والتعامل مع كافة القضايا سواء كانت متصلة بإدارة غزة ومسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، تأمين وتحقيق الاستقرار والأمن لإسرائيل، الإفراج عن الرهائن، لكن أيضا الإطار السياسي الأوسع المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، فلا يمكن الفصل بين كل هذه المكونات. من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أن جولته بالشرق الأوسط تبحث وقف إطلاق النار في غزة. كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن الوضع في القطاع المأساوي وصعب. أبدأ هذه الجولة الإقليمية في القاهرة وسوف أكمل هذه الجولة في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وبحثا عن وقف إطلاق النار. بدأت جولتي هذه بمصر لأنكم بلد كبير ولأنكم شريك أساسي في هذه المنطقة ولأنكم شريك أساسي لفرنسا في هذه المنطقة، لأن فرنسا معنية مباشرة بآثار هذا النزاع الدائر في الشرق الأوسط، ولأن مصر طرف فاعل أساسي لإيجاد حل. كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني. وأوضحت الخارجية أن الوزيرين عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة.
في الأثناء استقبل معبر رفح البري وفد البرلمان الفرنسي الذي يزور مصر حاليا. تهدف هذه الزيارة إلى الضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. رافق الوفد مسؤولو الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لإطلاعهم على الجهود المصرية المبذولة في استقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري. كان أعضاء الوفد الفرنسي قد عقدوا مؤتمرا صحفيا قبيل زيارتهم إلى معبر رفح. وتوجه أعضاء الوفد بالشكر لمصر على جهودها في دعم سكان قطاع غزة. الرسالة التي نوجهها ليست رسالة شخصية، بل هي رسالة جماعية من كل الأحزاب الفرنسية اليمينية واليسارية. هي رسالة موحدة، سوف نطالب من خلالها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. الرسالة التي نود إيصالها ليست فقط القيام بوقف إطلاق النار، نود أيضا أن يشعر الفلسطينيون أنهم ليسوا وحدهم وأن هناك أناسا يأتون لدعمهم. نحن كفرنسيين وكبرلمانيين ممثلين للشعب الفرنسي، نحن نأتي لدعمهم ولكي نسمع صوتهم ولنقول لهم نحن ندعمكم، نحن إلى جواركم. البرلمانيون هنا لكي يعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني، يرغبون في دعم الفلسطينيين في مأساتهم. نحن نطلق دعوة للسلام بصفة عامة. لقد قام المواطنون في فرنسا ببعث بعض الرسومات من الأطفال، سنقدمها للهلال الأحمر الفلسطيني والمصري لكي يتم إرسالها للأطفال الفلسطينيين الذين يعانون الآن. لقد أتينا لدعم الفلسطينيين لكي نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، لكن يجب أن يكون إيقافاً دائماً. السلطات المصرية سهلت قدومنا وستسهل في انتقالنا إلى رفح، وهذا بالطبع رسالة بأن الحكومة المصرية تقوم بكافة ما تقوم به من أجل مساندة الفلسطينيين. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ضعنا في الجديد لديك، وتحديدا فيما يتعلق بزيارة وفد البرلمان الفرنسي إلى معبر رفح والمؤتمر الصحفي هناك. تحية يوسف. يعني في هذه الأثناء تحديدا ينهي الوفد الفرنسي البرلماني الفرنسي جولته داخل مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي، وهي النقطة الثانية من جولته التي بدأها بمعبر رفح اليوم. تفقد حجم الإنسانية الموجود أمام المعبر ولقائه بمسؤولي الهلال الأحمر ومنظمة الأونروا وأيضا الهلال الأحمر الفلسطيني داخل هذا المركز الاستراتيجي، وهي النقطة أيضا الأولى في تجهيز المساعدات الإنسانية الدولة المصرية في إرساله إلى قطاع غزة. وفي هذه النقطة تحديدا عبروا عن انبهارهم بحجم هذه الشاحنات بعد اطلاعهم عليها من خلال أعلى نقطة في هذا المركز، وعبروا وأكدوا على أن مصر تقوم بمهمة عظيمة وكبيرة أيضا فيما يتعلق بتجهيز هذا الكم الكبير من هذه المساعدات الإنسانية. وفي هذا الإطار أيضا اطلعوا على حجم الصعوبات التي تواجه دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية فيما يتعلق بالإجراءات التفتيشية الموجودة على منفذي كرم أبو سالم والعوجة، وهم أكدوا على أنهم سيطالبون يعني تسهيل هذه الإجراءات، لكن كان لهم عدة مطالب واضحة بالمبادرة التي يعني أتوا بها إلى أمام معبر رفح، وهي وقف إطلاق النار بشكل كامل، وهو شرط أساسي لبدء أي مفاوضات فيما يتعلق بإطلاق أيضا الفلسطينيين وأيضا السجناء الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. وهم أكدوا أيضا على يعني ضرورة أن يكون هناك وقف لهذه المجازر بحق المدنيين داخل قطاع غزة. وأكدوا أيضا في تصريحات لنا على أن هذا الوفد بعد عودته إلى فرنسا سيقدم صورة عما رآه من حجم الشاحنات الموجودة والمساعدات الإنسانية، وسيعمل أيضا على الحشد الجماهيري في المطالبة بوقف إطلاق النار. وأكدوا على استمرار التظاهرات سواء في باريس أو في كل المدن الفرنسية للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وأيضا التمتع بأرض مستقلة. أيضا عبروا عن التعاون وأشادوا بالجهود المثمرة والتعاون الذي يتم بين فرنسا ومصر في
مصر في تجهيز المساعدات واستقبال أيضا المساعدات الإنسانية، ووجهوا الشكر لمصر على تسهيل مهمتهم في الوصول إلى معبر رفح والتعبير بآرائهم فيما يتعلق بهذه المبادرة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل. أشادوا بكل الجهود الموجودة أيضا من متطوعي الهلال الأحمر المصري في تجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. أكدوا أيضا على أن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول من القوات الإسرائيلية وليس له مبرر، ولابد من وقف هذه المجازر وأيضا وقف إطلاق النار بشكل كامل. فيما يتعلق أيضا باستمرار المساعدات وتجهيز المساعدات الإنسانية لدخولها إلى معبر رفح، في هذا المركز تحديدا يتم تجهيز عدد كبير من الشاحنات التي ستتجه مباشرة للإلحاق بالشاحنات الموجودة في معبر رفح. دخل اليوم 170 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 99 شاحنة من منفذ العوجة، بالإضافة إلى 4 شاحنات للغاز. فيما يتعلق باستقبال المصابين والجرحى، المعبر اليوم استقبل أكثر من 20 مصاب وأكثر من 30 مرافقا، وتستمر كل الجهود المصرية السياسية والإنسانية وتسهيل مهمة أيضا الوفود الأجنبية والدول المختلفة للتأكيد والدعم للمطالبة بوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. نعم، زميل محمود جميل كنت معنا مباشرة من العريش، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة. يا رب انفعلنا يا رب، اضافتنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 121 يوما. وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غارات تركزت على وسط وجنوب القطاع بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية. هذا وارتفع عدد الشهداء بقطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 27,365 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين. أفاد شهود عيان في مدينة رفح بوقوع هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في المدينة. هذا ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أي إصابات، ولم يكن هناك أحد في السيارة التي كانت بالقرب من مقبرة في مدينة رفح. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية في مستشفى الأمل المحاصر لليوم 14 على التوالي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفى لا يزال يتعرض لإطلاق نار كثيف ومنع لحركة المسعفين والنازحين. يواجه مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة نقصا حادا في الإمدادات، حيث حذر الموظفون من أنه إذا استمر الوضع فقد يتم إغلاق مختبره بالكامل في غضون أسابيع. أكد العاملون في المستشفى أن فحوصا مثل فحص الدم قد أصبحت أكثر صعوبة بسبب نقص الأدوية المستخدمة لاختبار التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة البشرية. مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، يواجه مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح نقصا حادا في المستلزمات الطبية والدوائية
حيث يحذر القائمون على المستشفى من أنه إذا استمر الوضع فقد يتم إغلاق مختبره بالكامل، وذلك في غضون أسابيع. العاملون بالمستشفى وهو الرئيسي في منطقة وسط قطاع غزة أكدوا أن إجراءات مثل نقل الدم أصبحت أكثر صعوبة بسبب نقص الأدوية المستخدمة لاختبار التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة قبل إجراء العملية. الجهاز الوحيد اللي بيخدم المحافظة الوسطى بقاله متوقف على عطلان العمل أكثر من 30 يوم. طبعاً الإصابات بتيجي صعبة وحرجة، صعب التعامل معها من ضمن الأطباء الأعصاب وأطباء الجراحة. ورغم إدخال بعض الأدوية إلى غزة خلال الأسابيع الماضية، يقول العاملون في مستشفى الأقصى إن هناك نقصا في المواد التشغيلية المستخدمة في بعض الأجهزة. الوضع العام في المستشفى صراحة يعتبر من الأوضاع الصعبة، وذلك نظرا لشح الموارد والمستلزمات الطبية والأدوية الطبية، إضافة لذلك لنزوح جزء كبير من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، أدى إلى شبه انهيار في المستشفى. وتضررت المستشفيات في قطاع غزة بشدة جراء الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما كان لغزة تاريخيا نظام صحي قوي يضم 36 مستشفى و25 ألف عامل صحي والعديد من المتخصصين. قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بيرث إن بلاده لا يمكنها التخلي عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا هو الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا. وحث بيرث الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحرب. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل دمرت معظم كتائب حركة حماس، متعهدا بالتعامل مع بقايا تلك الكتائب جنوبي القطاع بما في ذلك مدينة رفح. قال نتنياهو في اجتماع لحكومته إن جيش الاحتلال دمر 17 كتيبة من أصل 24 تابعة لحماس، وأضاف أن القوات تعمل أيضا على تدمير أنفاق حماس تحت الأرض، موضحا أن ذلك سيتطلب مزيدا من الوقت على حد تعبيره. قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط. وقال سوليفان لشبكة سي بي إس إن احتياجات الشعب الفلسطيني ستكون في المقدمة وفي قلب الأولويات، وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقيين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها، ومنهم أمريكيون خلال هدنة إنسانية. وقال سوليفان إن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. In doing so, it detected 3 UAVs. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. على وقع الاستهداف الأمريكي الأخير، وزير خارجية العراق يقول إن بلاده ليست مكانا لاستعراض القوة. أعلنت الحكومة العراقية أن العراق ليس المكان المخصص لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية، والمساس بها يعد اعتداء على سيادة العراق. هذا وقد دعا وزير الخارجية العراقية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية لتفادي التصعيد بالمنطقة. نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على 36 هدفا في اليمن في اليوم الثاني من العمليات ضد جماعات مرتبطة بإيران. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات استهدفت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومنظومات ومنصات إطلاق صواريخ
وغيرها من القدرات التي تستخدمها قوات الحوثي لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر. شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على ضرورة أن تتوقف هجمات قوة الحوثي على النقل البحري الدولي. أشار كاميرون إلى أن الموجة الثالثة من الضربات الجوية البريطانية والأمريكية المشتركة بالأمس قد حدثت بعد تحذيرات متكررة لقوات الحوثي من أجل التوقف عن هجماتهم. يوما بعد يوم تتسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من ردود فعل في المنطقة من جراء هذا العدوان منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة. وتحذر مصر مرارا من مخاوف من تزايد موجة العنف في المنطقة، مطالبة بضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لإنهاء الصراع. أحدث حلقات الصراع تجسدت في المواجهات مع قوات الحوثي، فضلا عن شن الولايات المتحدة ضربات انتقامية في كل من العراق وسوريا. واشنطن ولندن أكدتا في بيان مشترك أنه تم تنفيذ ضربات على عشرات الأهداف المرتبطة بقوات الحوثي في اليمن. البيان أشار إلى أنه تم استهداف منشآت تحت الأرض تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت صاروخ كروز مضادا للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر. مسلسل ينتهي بل امتد إلى سوريا والعراق، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ عصر الاثنين حول الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق ردا على مقتل 3 من جنودها بهجوم في الأردن، وذلك بدعوة من روسيا. في دون ذلك دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بعد تلك الضربات الانتقامية. وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات جوية ضد مجموعات مسلحة حسب قولها في وقت حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن هذه الضربات ستستمر ردا على هجوم على القوات الأمريكية في الأردن أوقع 3 قتلى. بوريل أكد أن الرد الأمريكي كان متوقعا بعدما أشار بايدن إلى أن واشنطن سترد على الهجوم، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإطلاق مهمة في البحر الأحمر في وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة في حماية السفن الدولية من هجمات قوات الحوثي. أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت 104 هجمات على زابوريجيا. وأضاف الجيش الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت أمس 25 مستوطنة في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا بالمدفعية وقذائف الهون والطائرات. أكد تقرير جديد أعدته لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني أن القوات البريطانية المنهكة ليست مستعدة لخوض حرب ضد روسيا. وبحسب صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية، كشفت المراجعة التي أجرتها لجنة الدفاع على مدار عام أن القوات البريطانية المنتشرة بشكل متزايد غير مستعدة لمحاربة موسكو. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التكاتف من أجل حماية حقوق الإنسان ودعمها ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف. جاء ذلك في رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكيد مجدداً على الالتزام بسد الفجوات وتعزيز التفاهم الديني والتعاون بين الناس من جميع الثقافات والمعتقدات. They are on the front lines for action and solutions.
اجتاحت موجة حارة أنحاء واسعة من أستراليا وسط تحذيرات من ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق بالغابات. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تنبيهات بشأن هذه الموجة الحارة في ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان، وحذرت من أن درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد قد تصل إلى 40 درجة مئوية. أعلنت السلطات في تشيلي مصرع أكثر من 50 شخصا بسبب حرائق الغابات، وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو الذي يقطنه ما يقرب من 1,000,000 نسمة وسط تشيلي. بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات الهليكوبتر وعربات الإطفاء. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع له موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي. أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل توجيهات متواصلة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات. أشار مدبولي إلى أن هناك رصدا لنقص بعض الأدوية، ولذلك فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها لتحقيق هدف استدامة الخدمة الصحية. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وأكد رئيس الوزراء أن ما تشهده مصر والسعودية من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتينة التي تربط الرئيس السيسي وكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده. استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدسري، وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن الإعلام المصري يعكس الصورة الحقيقية للعلاقات الطيبة بين زعماء الدولتين، مشيرا إلى ضرورة تنشيط لجنة للتواصل الإعلامي بين البلدين. من جانبه أكد وزير الإعلام السعودي أن العلاقات المصرية السعودية متجذرة وتاريخية، وتتميز بالتفرد والمسؤولية في إدارة كافة الأزمات التي تمر بها المنطقة. نشر مجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجرافات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أشار خلاله إلى ما قدمته حملة 100 يوم صحة من نجاحات ورعاية صحية وخدمة طبية شاملة ومجانية بعد مضاعفة مدتها بتوجيهات رئاسية نتيجة الإقبال المتزايد. وأكد مجلس الوزراء في تقريره على نجاح 100,000,000 صحة في تقديم 60,100,000 خدمة منذ انطلاقها حتى 11 يناير 2024، مشيرا إلى إشادات دولية بما حققته الدولة من إنجازات في القطاع الصحي. We'll be right back.
تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلنا هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس. كريم، هل لك أن تطلعنا على المشهد لديك ومدى الإقبال من قبل القراء المصريين على كل ما يحوي معرض القاهرة الدولي للكتاب من كتب متنوعة؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما سأأخذ من نهاية كلامك، بالفعل هو تنوع في جميع الكتب، تنوع في جميع المعارف المختلفة، حتى تنوع في الفئات التي تزور معرض الكتاب، ولكن ربما الأبرز هنا هو زيارة الأطفال. العائلات جاءوا واصطحبوا أطفالهم إلى معرض الكتاب، وهذه هي سمة خاصة بالنسخة 55. الكتب الخاصة بالأطفال متواجدة في معظم الأجنحة. أيضا هناك مسارح خاصة بالأطفال، هناك أنشطة خاصة بالأطفال، ولكن ربما الإقبال بشكل عام على نسخة 55 من معرض الكتاب، نتحدث عن أكثر من 3.5 مليون مواطن زاروا بالفعل معرض الكتاب خلال هذه المدة السابقة. نتحدث عن 2 فقط ويغلق معرض الكتاب أبوابه أمام الزائرين، ولكنه أيضا فتح أمام زواره أبوابا معرفية وخيالية كبيرة بشرائهم هذه الكتب الثرية بالمعرفة وأنواع مختلفة بالطبع من المجالات وأيضا من الندوات التثقيفية الخاصة التي كانت هنا في معرض الكتاب. نتحدث عن أيام مختلفة، ولكن اليوم كان هناك ندوات تتحدث عن الفن، ندوات تتحدث عن الرياضة، ندوات تتحدث عن الثقافة، ندوات تتحدث حتى عن الشخصيات الخاصة أو سمة الشخصيات الخاصة بمعرض الكتاب في نسخته 55. ولكن أيضا المميز هنا هو الإقبال الكبير منذ فتح الأبواب الخاصة بالمعرض من 10 صباحا وحتى 8 مساء، استمرار متواصل وتوافد متواصل من المواطنين على الأجنحة المختلفة. أيضا الندوات لا تقتصر فقط على الندوات التثقيفية، ولكن أيضا هناك ندوات لمناقشة الكتب المصدرة حديثا داخل معرض الكتاب، حيث يأتي المؤلف الخاص بهذا الكتاب ويناقش هذا الكتاب مع عشاق القراءة بشكل عام، ويتناقشون في دواخل هذه الكتاب، ويتناقشون في مخرجات هذا الكتاب. هذه جزء أيضا من فعاليات المعرض، ولكن أيضا جزء كبير وهام هي النشاطات الترفيهية التي تكون خارج أبواب المعرض على المسارح، إما كانت موسيقية أو حتى ترفيهية لألعاب الأطفال. أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري. شكرا جزيلا كريم على هذه المتابعة. والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشاط السادسة. الجولة الاقتصادية ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما يوسف وريهام، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا ملحوظا وصل إلى مدون 55 جنيها في تداولات، مع وجود مؤشرات قوية بأن يستمر الهبوط ليصل إلى مدون 50 جنيها. يأتي ذلك في ظل ما تردد من أنباء حول اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى الحملات الأمنية الواسعة التي قامت بها وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية على تجار العملة الصعبة في سوق الموازية. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون حدوث تراجع جديد لسعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة القادمة، مع قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرب الاتفاق بين الحكومة وعدد من الشركات والجهات الإماراتية على تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، فضلا عن إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالية واقتصادية إضافية لمصر.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك. من جهتها أعرب رئيس مجموعة البنك عن تقديره وإعجابه بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، لافتا إلى أن الشركات المصرية بدأت من خلال الخبرات المكتسبة في الفوز بمناقصات لتنفيذ مشروعات في دول أخرى. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجود معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، وفي مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمتابعة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة. وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة وسرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة في مدن مثل العبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة، ذلك بالإضافة إلى بعض مدن الصعيد. ووجه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معاينة الأراضي المطروحة والعمل على جذب شركات أجنبية كبرى واستثمارات ذات رأس مال كبير. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً تناول خلاله تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس بما لها من إمكانات اقتصادية ستعود بمكاسب على الاقتصاد العالمي. وأوضح مركز المعلومات أنه وفقاً للتقديرات فمن المتوقع أن تسهم تلك التكنولوجيا بنحو 13.1 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2035، وستوفر 22.8 مليون فرصة عمل جديدة تدعم سلسلة القيمة. بحثت الحكومة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من عام 2025 حتى عام 2028. وأكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه الشراكة بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، لافتة إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر. استقبلت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية سفينة الحاويات العملاقة تي روزفلت، وذلك لأول مرة بأرصفة ميناء الأسكندرية. ويصل طول السفينة 365 مترا بعرض 48 متر بحمولة كلية تصل إلى 142 ألف طن وطاقة 14.440 حاوية مكافئة. قال فتح كرهان المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي إن فريقه عازم على أن يتبنى نهجا صارما للسياسة النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه. وفي أول تصريحات له منذ توليه المنصب قال كرهان إن البنك سيراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير، لافتا إلى الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم. أظهرت بيانات رسمية انخفاض العجز التجاري في المغرب بنسبة تقدر ب 7.3% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 28.6 مليار دولار، ذلك بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة. وأوضحت البيانات أن إجمالي الواردات تراجع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، فيما ساهمت تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات في تحسين العجز التجاري.
مشاهدينا، هذه نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى يوسف وريهام. شكرا ميرنا. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي، الرئيس السيسي يؤكد الرفض المطلق لأي إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين، ويشدد على الدور المحوري لوكالة الأونروا في غزة. شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي على دير البلح وخان يونس بوسط وجنوب غزة، ونتنياهو يتوعد باستهداف حماس في رفح. مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يقول إن الوضع الإنساني في غزة وإطلاق سراح المحتجزين سيكون على رأس أولويات جولة بلينكن بالمنطقة. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.